عبد الله السعيد يلعبها قصيره شويه لكن يخلصها دونجا لتريزيجيه ناحيه الشمال، احمد ايمن منصور يظبطها روعه روعه روعه. اخيرا 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 يا محمدي، يتقدم احمد محمدي اخيرا يفعل ما عجز عنه المهاجمون. كل مهاجمي منتخب مصر على مدار 65 دقيقه في المباراه محاولات مستمره وسط اهدار للفرص وتالق للحارس مانولا، لياتي احمد محمدي اخيرا يكسر حاجز الصمت ويسجل هدف كنا بندور عليه، كنا بندور على مزيد من الامان ومزيد من الاطمئنان. وايه اكثر امان واطمئنان اكثر من الوصول للشباك؟ وبندور على الفرحه، الفرحه اللي احنا سامعينها دي في المدرجات وبكل تاكيد امام الشاشات. اخيرا احمد المحمدي يصل الى الشباك براسيه نتيجه عرضيه. شوف الهدف ما بين الظهير الايسر والظهير الايمن، عرضيه من الظهير الايسر احمد ايمن منصور والراسيه من الظهير الايمن احمد المحمدي.